فوت دو فراب. اهلا وسهلا منورين الحاضرين المستمعين. تعرفوا شي حاجه اسمها رمز الاستجابه السريعه؟ شنو هي هذه؟ ما تعرفوهاش، باش تطلعوا تعرفوها في الاخر. باين نبداو الحكايه. عام 1949 تأسست شركة يابانية اسمها دينسو كابوشكي كايشا، شركة متاع قطايع كرهب مع في محافظة ايتشي في اليابان، شركة تصنع في قطايع الكرهب عادي، ماركات الكرهب اليابانية. عام 1994 كثرت الخدمة عندهم وربع تأخير، ولو يتمهمشوا باش يتبعوا الشين دو برودكسيون متاع القطايع، صنعوا نوع متاع طابعة مربع هكاية وفيه كود، معناها عملوا له ديكابتور باش يتبعوا بهم بالكود هذاك، يتبعوا بهم القطايع وين يمشيوا كيفاش يتحركوا في المصنع. الكود هذا اسمه كويك ريسبوند كود، اللي هو بالعربية رمز الاستجابة السريع، اللي هو الكيور كود اللي نحكيوا عليه عنا مديدة، رمز الاستجابة السريع. ومن عام 1994 مع تطور الكاميرات والليكابتور ولو يستعملوه في كل شيء. في الصين مثلا يستعملوه في الويتشات الكيور كود، يخلصوا به خاطر الصين فماش فلوس تدور سبيس، اغلبها بالتليفون، وفي العالم الكل الكيور كود. الكيور كود هذا نحن حطيناه على الباس نتاع الفاكسان ونقراوها بعينينا، اللهم صلي عني به، معناها تلقى العون في باب الإدارة يشوف الكيور كود نتاعك ومن بعد يغزر لك في وجهك باش يشوف يشبه لك الكود ولا، معناها وساعات يشوف الكيور كود نتاعك هكا ويغمض عينه اليسار شويه، يبدا يكونكتي على الباس دو دوني باش يشوفك انت هكا خمسه وخميس. اي خطانا من هذا كل؟ اش فما جديد في تونس؟ قالوا كيور كود سي كورشيد، اش فما توا اخوي؟ فما جماعه ضد انقلاب وجماعه مع الانقلاب، هذو الزوز بيناتهم وبينهما برزخ لا يلتقيان. قلت ايش معناها؟ والله لا نعرف اش معناه، واش دخل برزخ ومع مع او ضد معناه؟ وسي مبروك رشيد مع شكون هو الساعه سي مبروك؟ معناها ما مش نقصد مع او ضد الانقلاب، هذيك ما عادش مشكله، معناها ديجا الناس الكل ينقزوا منها ومنا تو. مع انا حزب هو يا اخي مع تحيه تونس، ولا واش جابوا من القوميه لتحيه تونس؟ هو معناها جوزيف كان طارد قومي روحي ماهوش قومي، معناها اش جابك سي كرشيد من القوميه لتحيه تونس انت؟ انا بسيس خليني نشوفك حتى لا سي تو نقول لك اش جابني. جابني الوقت، جابني الوقت. ايه الوقت الزمان وبنادم مش يعمل في روحه، معناها حسب الراية عادة ولا عاد فيها وقت لا جغرافيا. المرحلة ليست مرحلة احزاب ايديولوجية، المرحلة هي تجميع القوى الوطنية مع بعض. تجميع القوى الوطنية مع بعضها، صلي على النبي. تي احنا تجميع مياه الامطار ما عملناهش، مش خلي تجميع القوى الوطنية واصل سي كرشيد. تجميع القوى الوطنية مع بعض، خاصة ان هذه الفكرة فكرة ناجحة في تونس. في تونس الروافد أو التجميع على القاعدة الوطنية، الباجي قائد السبسي لو كان جاء صغير وما كان شما بصحته، أي بصحته، فكرة ناجحة في تونس. يا اخي نداء تونس مقيد فكره ناجحه في تونس، معناها هو النجاح انك تربح في الانتخابات ومن بعد خلي تخلى تتفرك وتضيع اربع سنين ولا خمسه سنين من حياه الدوله، معناها والحزب يتفتر شكل غريبه. هذا مثال الواحد يتبعه معناها في تجربه حزبيه. هذا قاعد في تحيه تونس والوقت يحكم خير، حزب جديد بالفوس كهذا ابارامون مش ظالمك الوقت وزين لمن اراد كذا والشيء.